وللمزيد حول استمرار أزمة الكهرباء تزامنا مع صيف شديد الحرارة في العراق وغضب شعبي من الحلول الترقيعية للحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي عبد الله الفراجي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله. أهلا بك وجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا أخي. أهلا بك. بداية، بحسب تقارير صحفية فإن الأسباب التي حالت دون تحقيق كهرباء مستقرة للسكان عام 2003 هي نفسها التي تحول اليوم ونحن في عام 2024 من توفير تيار كهربائي مستقر للسكان. السؤال، لماذا لم تجد الحكومات المتعاقبة على مدى 21 عاما حلا لأزمة الكهرباء رغم مرور كل هذه السنين؟ أخي العزيز، الجميع يعلم ان الحكومه لا تملك السياده على الكثير من الملفات في البلاد، خصوصا ملف الطاقه واهمها الكهرباء. ملف الطاقه يرتبط ارتباطا مباشرا بالجار ايران، حيث ايران تمول المحطات الكهربائيه بالغاز وتبتز تاره تبتز الحكومات العراقيه المتعاقبه كما راينا وسمعنا على علم ومرأة من العالم، وخصوصا من الحكومات الأمريكية أيضا المتعاقبة التي سمحت للحكومات العراقية التي هي بإشراف الحكومات الأمريكية وبرضائها سمحت الحكومات الأمريكية للحكومات العراقية بأن تشتري الغاز من الإيرانيين، وربما هذا يخفف الضغط على الحصار الذي يفرض على الإيرانيين ويعتبر مهربا ومهربا من الحصار الخانق الذي تعانيه الحكومة الإيرانية، وجانبا للعملة الصعبة حيث يصل سعر الغاز المشترى من إيران سنويا إلى 9 و10 مليار دولار أمريكي بالسنة الواحدة. الإيرانيون يملكون السيادة من خلال الابتزاز، من خلال تنفذهم، من خلال سيطرتهم على مصدر الطاقة وهو الغاز الذي سمحت الحكومة العراقية للإيرانيين التحكم به بشكل متعمد وكأنها أسيرة بيد الحكومات الإيرانية. فمصدر الطاقة وما يتعلق بالطاقة وما يتعلق بالكهرباء الحكومة لا تملك السيادة عليه. طيب، اليوم الحكومة قررت إعطاء إجازة مدفوعة الأجر لموظفي الدوائر الحكومية بسبب الحر الشديد. يعني هل عجزت الحكومة عن توفير الكهرباء ومن ثم توفير وسائل تبريد داخل الدوائر الحكومية لتلجأ إلى مثل هكذا حل ترقيعي؟ بلا شك هذه وسيلة العاجز. لو كنت ساكن أو تعيش في العراق لرأيت العجب العجاب، يومي الجمعة والسبت وأيام العطل تأتي الكهرباء بصور يعني بفترات متزامنة أكثر من الأيام التي توجد فيها دوام في الدوائر الحكومية، وهذا يشير ويدلل ويؤكد أن الحكومة العراقية لا تستطيع أن توفر الكهرباء للسكان لمنازل المواطنين وللدوائر الحكومية في ذات الوقت. فهي عندما تعطي إجازة مدفوعة الثمن للموظفين هي تتخلص من عبء كبير جدا وتتخلص من يوم ينقضي من حياة الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة السيد السوداني. لا حلول في الأفق ما دامت مصدر الطاقة مصدر الغاز المشترى هو إيران، لأن إيران كل سنة وكل صيف ساخن تبتز الحكومة العراقية لكي تحصل على مليارات الدولارات جزاء الغاز المشترى، وهذا الغاز هو بفي أو بثلاثة أضعاف الغاز المعروض للحكومات العراقية من خلال دول أخرى. وزير الكهرباء الحالي ومنذ أيام في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تنصل من مسؤولية الانقطاع المتكرر للكهرباء ولساعات طويلة وألقى باللوم على الحكومات السابقة. هل هذا يعفيه من المسؤولية في ظل المخصصات المليارية لقطاع الكهرباء؟
بلا شك الكل مشركون في هذه الجرائم التي ترتكب، فيها كل هذا التقصير، الكل مشتركون، الوزراء السابقون والأسبق منهم والحاليون. لا شك أن الوزراء عندما يأتون 4 سنين ينهون دورتهم لم يضعوا النقاط جميع النقاط على الحروف، هم يتنصلون غالبا من مسؤولياتهم خصوصا في فصل الصيف، التي في ذروة فصل الصيف التي تظهر مدى هشاشة هذه الحكومات المتعاقبة. بلا شك جميع المسؤولين، جميع المسؤولين البلديات ومسؤولي وزارة الكهرباء، وحتى عندما تحدث كوارث في المستشفيات أو حرائق يتنصل المسؤولين والوزراء والمدراء العامون عن مسؤوليتهم ويرموا باللائمة على أسباب أخرى. نعم، ما أثر انخفاض ساعات تجهيز التيار الكهربائي لأربع ساعات يوميا وأقل بحسب الشركة الوطنية على حياة المواطن العراقي؟ بلا شك عندما تسكن أو تعيش في العاصمة بغداد تحت حرارة 50 أو 50 درجة مئوية وتأتيك الكهرباء الحكومية 4 ساعات ستشطاب غضبا، لكن اليد كما يقولون اليد الواحدة لا تصفق. الكثير لديه استياء من عمل الحكومة، الكثير من المواطنين باتوا يائسون من إصلاحات الحكومة خصوصا ما يتعلق بالكهرباء ووعود الحكومات السابقة. كما قال الشيخ رستاني وقبله عدة وزراء أننا في 2013 سنصدر الكهرباء ونحن الآن في 2024 ولم نكتفي ذاتيا رغم وجود المياه ومصادر الطاقة جميعا من شمس مصادر الطاقة الطبيعية من شمس وشلالات مياه وسدود وأنهار وبترول. نحن دولة بترولية لكن كأننا دولة ربما أفريقية أو من العالم الرابع. لا من العالم الثالث. حالة التذمر التي باتت يومية من قطع كهرباء وافتقار إلى خدمات، ألا يحرك الحكومة ولو لشيء بسيط لوقف تيار الفساد الذي يرجع إليه مراقبون كل ما يعانيه المواطن العراقي، أم أن تورط السياسيين بالفساد يمنع المحاسبة؟ لا يمكن الحلول الجذرية لا تصلح بلد. الحلول الجذرية أو الحلول الترقية لا تصلح بلد. يحتاج البلد حلول جذرية، يحتاج إلى تخطيط. كل هؤلاء، كل الذين أتوا سواء لخدمة البلد، بنية خدمة البلد من وزراء ومدراء عامين أو من غيرهم، أو سواء لتقاسم الكعكة من وزراء ومدراء محليين بجميع نواياهم، إلى الآن هم متورطون، لأن المال العام سلب ونهب وسرق. الكل متهم والكل مشارك بنهب الميزانيات العراقية وخصوصا ما يتعلق بالطاقة والكهرباء. الكل متنصل عن المسؤولية، لا أحد يعترف بتقصيره وبذنبه، لا أحد يعترف بذنبه من الحكومات السابقة واللاحقة والحالية. الكل يتنصل عن المسؤولية والكل يرمي باللائمة على الحكومات التي قبله. يأتي 4 سنوات يستلم الرواتب، يأخذ الكوميشنات العقود ويأخذ النسبة، ثم يطير بعد انتهاء الدورة 4 سنوات يطير إلى بلد الأم الذي كان يسكن أو يعيش فيه. هذا واقع الحال وهذا واقع الساسة أو الطبقة السياسية جميعا بلا استثناء. وحتى النظيف منهم وحتى صاحب النية الطيبة الذي يأتي لخدمة أهله لن يسمح. شبكات الفساد الموجودة في الدوائر الحكومية والوزارات لن تسمح له بالعمل بجدية للمواطن. الصحفي العراقي عبد الله الفراجي، كنت معنا في بانوراما الرافدين من العاصمة العراقية بغداد عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.